بعرف اذا امبارح زعلت مني مشان موضوع لما كنا عم نحكي عن الحناء واني انا مخرج مقاوم. مرة قريت مقالي عن التربية في البلدان العربية بما يخص الحشمة والخجل. بتلاحظ احيانا بالحارات اللي فيها كتير تطرف وفقر ناس تمشي بالشارع وهي عن نظر الاسفل ومن حنية الظهر. على خاطر كنز بالنسبة لي وبفلوسك نهج منها البلاد. لكل فعل هناك رد فعل يساويه بالقوة ويعاكسه بالاتجاه.